متابعي طقس العرب تحية طيبة لكم، نستعرض معكم آخر مستجدات الحالة الجوية خلال الأسبوع الحالي في المملكة الأردنية الهاشمية. كما تلاحظون من الخريطة الجوية التالية استمرار تمركز لمرتفع جوي في مناطق عدة من القارة الأوروبية، لكن هذا المرتفع الجوي هو في أيامه الأخيرة وسيحل محله منخفضات جوية عميقة على غرب القارة الأوروبية. في هذه الأثناء وخلال تمركز هذا المرتفع الجوي في هذه المناطق سيعمل على الدفع بكتل هوائية باردة بشكل سريع ومؤقت نحو منطقة تركيا، مما سيعمل بعد مشيئة الله على تشكل منخفض جوي في المنطقة يوم الثلاثاء القادم. هذا المنخفض الجوي سيؤثر على المملكة وسائر بلاد الشام بدءا من ظهيرة الثلاثاء ويوم الأربعاء. تأثيره على المملكة بمشيئة الله سيكون محدودا، وربما الشيء المميز فيه هو انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وواضح، الأمر الذي يستدعي ارتداء الملابس الشتوية. إلى ذلك يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة. نتحدث معكم خلال الصورة التالية بشيء من التفصيل حول الحالة الجوية المتوقعة. هنالك انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، لتصبح أقل من معاداتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، وذلك يوم الأربعاء. هنالك توقع بهطول زخات متفرقة من المطر في المنطقة الشمالية مع ساعات عصر الثلاثاء، تمتد بمشيئة الله إلى أجزاء من المنطقة الوسطى مع ساعات المساء ومع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء. احتمال أن تصل بعض الزخات المتفرقة والخفيفة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية، يصاحبها تشكل للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. الشيء الآخر المميز في هذا الامتداد المنخفض الجوي عدا عن البرودة هو هبوب قوي متوقع للرياح الغربية ما بين نشطة إلى قوية السرعة، بحيث ربما تتجاوز بعض الهبات حاجز 80 كم/ساعة في الجبال والمناطق الصحراوية. هذه السرعة من شأنها أن تخلق الإثارة الواسعة للغبار والأتربة في تلك المناطق التي هي المناطق والطرق الصحراوية. هنالك في النهاية استقرار تام على الحالة الجوية يومي الخميس والجمعة، لكن مع بقاء الأجواء باردة بشكل عام، وذلك بفعل تدفق للرياح الشرقية هذه المرة، والتي ستعمل بمشيئة الله على زيادة الإحساس بالبرودة مع ساعات الصباح والمساء وربما إثارة الغبار والأتربة. هذه التحديثات حية حتى الساعة، نلقاكم خلال الأيام القادمة للحديث حول آخر المستجدات وحول النشرة الجوية الموسمية مع شهر نوفمبر القادم بمشيئة الله. دمتم برعاية الله.